أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وأضئ أفهامنا لنفهم كلامك المحي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإلهي القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي رسو الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة آثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرة الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور الحكام، وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم أنك ربنا وإلهنا تراءف علينا، ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجنا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا واسع الأمل، بل نبه عقولنا وإيقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك آثامنا واصفح عن زلاتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئاتنا، ولا تغضب علينا ولا يضم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ثم ارحمنا، فإننا ضعفاء ومساكين وفي بحار الخطايا غارقين، فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نطلب. لا تقطع رجاءنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية. ابطل عنا يا رب عن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية. ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل اسم وذنب وخطية. حصنا بحصن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بك ورجأنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امح يا رب سيئاتنا، أما الذين أساءوا إلينا فاترك لهم ولنا. برحمتك يا رب خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عول الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، اعطي بركة لثمار الأرض، اعتدالا طيبا للهواء، نموا للأشجار، صعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، اعطي قناعة للمحتاجين، اوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، اعطي فهما للموعوظين، احكم يا رب للمظلومين،
املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما إذا نلنا كفافنا في كل شيء نزداد في الأعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب إكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للبازر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تودروس الثاني بطريرك هذا الزمان. خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاءه في الخدمة الرسولية أبائنا المطارق. اذكر يا رب أبينا الأسقف المكرم الأنبا سيرابيون وسائر الآباء الأساقفة، وأبائنا القمامصة، أبائنا القصوص وإخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وإخواتنا العلمانيين، والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن، طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب وعمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ومدبريها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم، واخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا لا بضربة شمال ولا بضربة يمين، واحفظهم بيدك العالية وزراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الرديئة والأشراك المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وإخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وآوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم، عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات والأرضيات بالسمائيات، املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى إخوتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس، باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبكور والبخور والسطور والنزور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب آبائنا وأخواتنا الذين سبقوا فرقدوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك. من أجل كثرة خطاياي وذنوبي لا ترزلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي، فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة، مرضى شعبك اشفيهم. اجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محللين من فمك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك كما قبلت اللص اليمين وأنت على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس لهم أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن وإياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين
والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغائر، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، والمأسورين والمربوطين برباط السلاطين والشياطين، ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين معافي النفس والجسد والروح. واجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح كثير الرحمة والتحنن. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوح أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مريم والشهيد المقرم ماري مرقس الإنجيل الرسول كاروز الديار المصرية وكافة الملائكة والآباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك والمجاهدين والذين أرضوك بأعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الظهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين.